للحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن قمع المتظاهرين في الناصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بكم. شهداء وجرحى من جراء فتح القوات الحكومية نيران أسلحتها على المتظاهرين، من يتحمل قرار قتل المتظاهرين يوم أمس برأيك؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من يتحمل هو السوداني، لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة الحالية، وبالتالي مجمل حكومة الإطار التنسيقي تتحمل استهداف المتظاهرين، وهو نهج موجود لديهم لأنه استكمالا لسياسة القمع التي أسسها المالكي ثم استمرت وبلغت ذروتها في حكومة عادل عبد المهني، وهم ذاتهم الذين ارتكبوا مجزرة السنك وغيرها، هم الآن يديرون الدولة والأجهزة الأمنية، وبالتالي كانوا مستعدين استعدادا واضحا لقمع تظاهرات الناصرية لأنهم كانوا متواجدين أثناء التظاهرات، وبالتالي فتحوا نيرانهم بشكل مباشر ومتعمد على المتظاهرين الذين أوقعوا شهداء 23 قتيل. ولذلك السوداني المنتهك الحقيقي لهذه الجريمة هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة، والمعلومات التي وصلت إلى الميثاق الوطني العراقي تؤكد على أن هناك منذ ما يقارب أسبوعان تم الاتفاق على تشكيل قوات خاصة من الميليشيات الحشد الشعبي، تم إلباسهم ملابس سواء شرطة اتحادية أو مكافحة شغب أو غيرها استعدادا لقمع أي تظاهرات قادمة. ولكن السوداني أقال قائد شرطة ذي قار بعد جريمة مقتل المتظاهرين يوم أمس، ألا يعفي ذلك السوداني من المسؤولية برأيك أستاذ عبد القادر؟ بل بالعكس، يؤكد على أن عملية إعطاء هذه الجرائم بالإقالات هو تكريم لهؤلاء، لأن قائد الشرطة مسؤول عن هذه الجريمة ويفترض أن يعتقل ويحاسب، وبالتالي هنا يعيد بالذاكرة على نفس النهج الذي كان يدير حكومة عادل عبد المهدي عندما كان قد أقال جميل الشمري وغيرهم، لكن بعد عدة أشهر تم تكريمهم بمناصب أخرى. لذلك هذه الإقالات ومثابة تكريم لهم لتهدئة الرأي العام على حكومة السودان، ثم هؤلاء المقالين فيما بعد سيتم تكريمهم بمناصب عليا. هذا يدلل على أن السوداني هو من أمر بفتح النار، وهناك قرارات متخذة مسبقا لأن هؤلاء الجنود أو القوات الحكومية التي فتحت النار كانت تحمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل اندلاع التظاهرة في مكان اندلاعها، ما يؤكد على أنهم مخططين لذلك، وإلا كان يفترض أن لو كان السوداني حريصا على حقوق الإنسان أن يقدم قوات ليست تحمل السلاح، إنما يمكن أن تشكل حاجزا لمنع المتظاهرين. طيب، لكن هم يريدون استخدام النار منذ اللحظة الأولى لإرهاب الناس وتخويفهم، وهذا لم يحدث لأن العراقيين لم يرضخوا. أستاذ عبد القادر، التظاهرات كما هو معلوم خرجت من أجل المطالبة بالإفراج عن الناشط حيدر الزيدي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة إهانة ميليشيا الحشد، ولكن نوري المالكي من قبل ألم يهن ميليشيا الحشد ووصفها من قبل بأمة الجبناء، لماذا برأيك لم يحاسب؟ لأن القضاء حقيقة كما الآن منظمات دولية حقيقة وصفت ما جرى من إصدار حكم أن القضاء أصبح مسيسر وهي وصمة عار على القانون، لأنه ليس فقط المالكي، ألم يتهم قيس الخزعري جهاز المخابرات في العراق على أنه تابع لدول ومخترق وبالتالي يمثل أجندات خارجية، وبالتالي هو قريب من الولايات المتحدة الأمريكية، واتهموا ضباطا فيه بل طاردوهم عندما تولى السوداني منصب رئيس الوزراء، طاردوا بعض ضباط كبار المخابرات. لذلك هم أهانوا أجهزة كثيرة، تم إهانة الجيش الحكومي، إهانة الشرطة، إهانة الداخلية، إهانة الأجهزة الأمنية الأخرى، وهذه الإهانات علنية من شخوص وأسماء موجودين الآن قادة في الإطار التنسيقي. لذلك لم يتم اعتقالهم ولم يحرك ضدهم شكوى أحد للمدعي العام ولا القضاء، فلماذا يحاسب هذا الأعزل البريء الذي لم يوصف شيئا ولم يأتي بشيء جديد؟ لأن الكلام الذي تكلم به عن أبو مهدي المهندس هو ذاته أبو مهدي المهندس قال أنني أنتمي إلى إيران وأنني أتمنى أن أدفن في إيران وأنني أقاتل إلى جانب إيران، بتصريحات ما زالت موجودة على مواقع السوشيال ميديا. لذلك حقيقة هذا يؤكد تماما على أنه الآن نحن نعيش في دولة بالكامل
بأجهزتها القضائية والإدارية تابعة إلى الإطار التنسيقي وميليشياتها، وبالتالي تنفيذ القرارات ذات واضح. من المفترض يعني أن حرية التعبير هي مكفولة من قبل الدستور الذي جاء بعد الاحتلال، هكذا هو مكتوب. إلى أي مدى تكشف جريمة أمس توجهات السوداني الحقيقية التي لم تخرج عمن سبقه؟ كما هو معلوم يعني من مطالب المتظاهرين السلمية هي حرية التعبير. من المؤكد تماما أن هذه الانتهاكات سواء مصادرة الرأي أو العمل على شرعنة قانون الجرائم الإلكترونية الذي يسعون الآن من خلاله إقراره في البرلمان، أو القرارات المتخذة أو قمع التظاهرات، يؤكد على أن هذا النهج هو نهج الدكتاتوريين الجدد الذين يريدون تكميم الأفواه ظنا منهم أنهم يستطيعون إخضاع الشعب العراقي. وبالتالي هذا لم يحدث، لأن السياسات الدموية التي يعني سارت طوال هذه الفترة بالحكومات المتعاقبة لم تنجح مع الشعب العراقي، والشعب العراقي سيبقى مستمرا صامدا وسيبقى منافحا من أجل الوصول إلى حريته واستعادة وطنه. وبالتالي معلوم تماما، وهم يعلمون هؤلاء الشباب الذين جرى استهدافهم، والعراقيين تماما يعلمون أن طريق عودة العراق وعودة الوطن هي ليست مزروعة بالأوراد، إنما مكللة بالأشواك والدماء والمعاناة. وبالتالي من يصبر أكثر، وهذا هو ديدن الشعب العراقي، سينال حريته، وهؤلاء سيذهبون إلى مزبلة التاريخ لأنهم يقتلون ويشفكون دماء العراقيين. الكثير من المراقبين يرون أن توجهات السوداني هي تعني ما يقوم به المالكي، أي أن المالكي هو الذي يقوم بتحريكه كما يقولون، وأن دوره هو حماية الفاسدين وتكميم أفواه المعترضين. إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح؟ أولا معلوم تماما أنه السوداني هو اليد اليمنى للمالكي، والمالكي من يهيمن على قرارات الدولة، وبالتالي هو أحد الأدوات التي يستخدمها المالكي، ولذلك من يدير الدولة حاليا والحكومة في العراق هو المالكي. ولذلك رأيتم عندما يتم اللقاء بالمحافظين ويحثهم المالكي الذي لا يمتلك منصبا في الحكومة على عودة مجالس المحافظات وما إلى ذلك، فضلا على أن المناصب الآن السوداني غير 900 منصب خلال 40 يوما في الدولة العراقية الحالية. هذه التغييرات كلها لصالح أتباع المالكي، والمالكي الآن يعود إلى الواجهة من خلال أتباعه في مؤسسات الدولة، سواء من كل المكونات السياسية الحالية في البرلمان، سواء كانت سنية أو كردية أو شيعية، كل الذين يتقدمون إلى المناصب هم أدوات المالكي سابقا. فلذلك هذا يؤكد على أن المالكي يبني ويريد إظهار الدولة العميقة بقرارات السوداني، والسوداني حقيقة انقلب حتى على الإطار التنسيقي، لأنه الآن تقوقع ومن إطار حزب الدعوة والمالكي، ويريد حقيقة السيطرة على الدولة بالكامل المالكي حتى يظهر بشكل واضح تماما في الأيام أو الأشهر القادمة. شكرا جزيلا لكم ضيفي عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل.